دوني صباح الخير. هذوك كتشوفوني ولا تشوفونيش؟ كيف احسن؟ شوفوا انا الصراحه صباح ندير ونجي ندير هذا الحويج سالينا نرجع الثلاجة هنا عرفتش كيف غندير ليهم المهم شحال هادي نجبد تحت الثلاجة برد هو هذا التيو ديالو مغلق نحتاج داك المنديل دوز على هاد الشيء هاهو مصحتهاش نجم حيدها ندوز هي مسيحة خفيفة نجرها هنا كنبدل لكم خاصنا ندورو هاد الشيء المهم نخليها هنا غير مؤقتا دابا نجي فيها هاد الشوية هادي صباح النور هاو عاد عاوتاني حلي الباب سدي الباب حلي الباب سدي الباب سديت الباب بالبالكون شوفو هانتوما سديتو باش نهدر معاكم نحليه هاو غيروني سديت على الصوت ديال الماكينة وهذا دخل قعاصة تما كلي صباح الخير لولي
قول اليوم صباح الخير. لولي شوف 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 كيف شوف شوف الكاميرا لولي شوف شوف اليوم بيصة 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 يا لولي لولي صباح فيه جوع خصني نمشي نجيب ليا الماكلة ديال رسالات شوف الله يخليكم إذا كنت أنا عزيزة عليكم تعرفين بزاف ديال الناس فاتحين قنوات بسميتي فيديوهات ديالي بتصور ديال البروفايل المهم دايرين ما بغاو تسينياليوهم لانهم كثروا عليا بزاف وعاد ما زايدين كيحلوا في قنوات يلاه هادي شي اسبوع دابا والله الا حلوا شي جوج قنوات اخرين فيديوهاتي كيتسرقوا من تيك توك حاطينهم هنايا في اليوتيوب هادو القنوات ماشي ديالي حاطين فيديوهات ديال شي بنات كيقولوا انهم صحاباتي انا ما صاحبت شي حد وما عندي صحاباتي هما تيقولوا في دابا المشكل اللي كيضرك هكا كيحط الفيديو ديالي وكيكتب عليا شي كتابه انا ما يمكن ليش نكتبهم فهاد الناس عيقوا عليا بزاف المهم انا باقا كنعاودها هادوك ماشي صحاباتي حيت حاطين فاتحين قناه كاتبين فيها السميه ديالي بالبروفايل بالفيديوهات ديالي وحاطين فيديو ديال شي بنات كيقولوا انهم صحاباتي هادوك ماشي صحاباتي وما كنعرفش انا داك النوع هادي اول حاجه والقنوات المؤخرة عاوتاني اللي حلو حتى هي وراجلها حاطه الفيديوهات ديالي حتى هي بلا حشمه بلا حياه واخا الاخرى حتى هي حاطه واحد الفيديو حاطه واحد الفيديو ديال واحد السيده مزعله شعرها ملصقه هنا انا ما كنعرفهاش كتقول انها صاحبتي انا ما كنعرفهاش ما عندي حتى شي صله بها وكنبغي نقول لهم نهار غادي يطيح في يدي شي حد ولا شي وحده نعرفه هو اللي كان فاتح قناه بسميتي وكيدير هاد الفعايل ما غاديش نعقل عليه ما غاديش نرحمو انا فهادشي يهوديه والله حتى غيقول لي في وجهي يقول لي انت يهوديه وباقا كنعاودها ونقولها والله لا حقت على شي حد انا ما غاديش نسكت نتوما عارفين شنو كيدار اللي كيسرق فيديوهات ديال الناس عارفين والله لا فلت فيكم شي حد فمن الاحسن مسحوا الفيديوهات وعطيو لي الثقه وبعدو مني انك درتو فوق القنوات ديالكم فيديوهاتي وبشي بشي بنات انا ما كنعرفهمش وبشي كتابه كتكتبوها انا ما كنكتبهاش المهم هذا بزاف ديال التهان هادو عندكم فيسبوك انا ما عنديش فيس فاتحين سميتو فيديوهاتي ما عنديش انا بيت حماتي يقول لي علاش تكتب فيسبوك كيهضروا مع الناس بسميتي الانستغرام كذلك انا مره كنحط لكم انستغرام هنا فيديو تيك توك حتى هو فاتحين تيك توكات هما كتلقى فيديوهات مشهورين تصاورين يعني بزاف هاد الناس كثروا وبقى كنقولها لكم والله لا عقلت على شي حد والله لا تعاتقت معاكم غطيح في يديا شي حد ولا شي حد تفاهمنا الناس وعافاكم المتابعين ديالي نتوما عارفين القناه ديالي الرسميه انا ديجا غادي نحط لكم اللين هنايا ديال التيك توك باش تقنعوا اليوم تلقى اللايف فيه شوف اش هذا الفيديو هذا بهذا الصوت وبهذه الهضره هذه غادي يحطوها عندهم حتى هما غادي يقولوا نفس الهضره نتوما عارفين شنو كيدير في اليوتيوب يسر الكومونتير كيهضروا مع الناس لي كومونتير هنا واحد القناه في اليوتيوب والله الا تسمعتي كيهضروا مع الناس لي كومونتير ماشي انا والناس لي فاهمه قاريه واعيه شويه غادي تعرف القناه انا ماشي ديالي والقناه الرسميه ديالي راه معروفه وباينه حيت كاين اللي ما كيعرفش كاين اللي خصو يتفرج كنقول لكم بركه بركه راك عيقت فما حد باقي عندكم الحال شي شويه مسحوا داك الفيديوهات واخا هي حتى شي حاجه ما كتمسحوش كيبقى وانا ما غاديش نسكت اوكي وما كنرحم حتى شي حد ديك مسح لكم هاد الدرويشه حت الجنيه راه حت الشيطانه الله لا عقلت عليكم على هاد الفعايل اللي تديو تفاهمها باقا ما فطرت هي الزوع انا اللي صاوبت لي الزوع واخا بنات
المهم بركه بركه من السرقه ولازم عاد يبقى باقي تيك توك ديالي القديم اللي تبانا اللي داو ليا و تيبقى سينياليو هما نيت اللي خداو ليا فيديوهات ديالي وفتحوا تيك توكات بسميتي وفيديوهاتي شي قوال بلي سيديرو واخا مشى ليا هذا انا ما كنسوقش ندير 10 منه ما عنديش مشكل اللي ما ساريتش ليه اللي باقي الان كيوصلني كيوصلوني شي كودات انا شي واحد كيخترق ليا حيت انايا تيك توك انا كنقولها لكم من هنا انا مدخله بالجيميل ديالي باقي كيوصلوني ميساجات كيوصلني الكود كيقول لي تيك توك واخا هو ما بقاش عندي هذاك تيك توك تبانا ولكن كيقول لي كي تخترق ليك يعني شوف هاد الناس فين واصلين باقي باغي يديو ليا في الكونت ديالي الاول باغي تهنيو راسكم راه ما يمكنش الكونت ما غيرجعش الا اذا كان وجهي يتصور هكا وانا اللي نصور من عندي ومن تليفوني فلا عمركم غادي تاخذوا كونوا هانيين الناس راه عارفه بكم شنو كديروا متابعين شكرا على المتابعه ديالكم عفاكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو الى عجبكم راه غادي نكمل لكم الفيديو ديال البارح ما كملتوش المهم تخربق ليا ومسحت الفيديو اللي كنت دايره اللي مزيان تمسح لي هذاك راه غير درته مزروب حيت غسلت الثلاجه البارح مزيان من بعد لقيت انني مسحت الفيديو وما عرفتش كي درت مسحتو هي باش درت لكم هذاك ولا درتو غير مزروب الصراحه وعيانه عارفين اللي مريضه شويه اش كنت غادي نقول لكم اخر نسيت باش نفطر الصراحه انا غادي نحط لكم الليل هنا ديال التيك توك باش نطلق فيه اللايف ومرحبا بكم وصلنا اذا تما كيسرقوا ليا شكرا على المتابعه ديالكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله غادي لكم شي فيديو زوين وما تنساوش عافاك سينيالي هاد الناس اللي كيصفونا باي